شيعت عقب صلاة عصر يوم الأحد 23 أبريل 2023 جنازة الفنان السوري محمد قنوع الذي رحل عن عالمنا السبت 22 أبريل 2023 عن عمر ناهز 49 سنة إثر تعرضه لأزمة قلبية في دمشق. الله يرحمه. وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم سوريا زي ما احنا شايفين لتوديع محمد قنوع إلى مثواه الأخير، ومنهم أمل عرفة وسوزان نجم الدين وعباس النوري وفراس إبراهيم والليث حجو وروعة السعدي وعبير شمس الدين وميلاد يوسف وأيمن رضا. أيضا أقيم عزاء محمد قنوع مساء أمس في دمشق، أيضا كان هناك عزاء آخر في القاهرة. الله يرحمه. محمد قنوع ولد في دمشق ب 26 سبتمبر عام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية والتي عملت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم الأخوين قنوع، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع، وليه صور من عزائه. وتعالوا نشوف برضو أسرار عنه. وفور إعلان وفاته تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المنشور الأخير للممثل الراحل، حيث نعى الشخصية التي قدمها في مسلسل الأخير العربجي والذي عرض في الموسم رمضان الحالي قبل أسبوع فقط من رحيله عن الحياة، إذ نشر صورته مع تعليق وداعا شومان. ومن ناحية أخرى وبحسب ما قالته مصادر فنية متعددة، فإن ديانة محمد قنوع هي الإسلام السني، حيث أكد في عدد من اللقاءات التلفزيونية أنه ملتزم دينيا ومحافظا بشكل كبير على عائلته، حيث شدد على رفض إقحام عائلته في الوسط الفني والتي وصفها بأنها طريق الأشواك. وأكد الممثل محمد قنوع أنه يؤدي الصلوات الخمسة بشكل متواصل، إذ أنه كان قبل وفاته بعدة أيام وخلال أيام شهر رمضان قد أدى مناسك العمرة في مكة. أما عن زوجة الفنان محمد قنوع فهي سيدة سورية من خارج الوسط الفني، ولم يتم التعرف على أي معلومات عن هويتها، فهي من الأشخاص التي تفضل الاحتفاظ بخصوصيتها بعيدا عن الأضواء والشهرة، فلم تظهر مع زوجها الفنان في المناسبات ولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا بشكل نادر جدا. وقد أنجب قنوع من زوجته 3 أطفال وهم مايا وماسة ومروان. وكان قد صرح الفنان محمد قنوع أن ابنته ماسة قد دخلت مجال التمثيل وهي طفلة صغيرة، وشاركت معه في عدة مسلسلات أشهرها مسلسل بنات العيلة، وعندما كبرت قررت أن تسير على نهج والدتها وترتدي الحجاب وتترك التمثيل. وكان قد قال الفنان السوري محمد قنوع أن مجتمعنا الشرقي ينظر إلى العائلة المحجبة على أنها عائلة محترمة، وذلك لأننا اعتدنا على ذلك، مشيرا إلى أنه يفتخر بزوجته وبناته المحجبات، لكن في الوقت ذاته ليس متعصبا بالأمر، وكل فتاة مسؤولة عن قرارها. وأوضح محمد قنوع الكلام ده كان في ديسمبر 2020 في لقائه عبر برنامج شو القصة على قناة لنا أن زوجته لم تكن محجبة، لكن بعد زواجها منه بعدة أشهر اختارت ارتداء الحجاب كقناعة شخصية، مبينا أن بناته تحجبن بعد أن وجدن البيئة المحيطة حولهن تؤيد ارتداء الحجاب واقتنعن به. وأضاف أن هذا الأمر أثار الجدل كثيرا، لأن العائلات المحجبة التي تنتمي للوسط الفني أقل من غيرها،
مؤكدا أن مهنة التمثيل لا تناسب ابنته ماسة، فالحجاب والفن لا يجتمعان، ولكن لا يمنعها بالوقت ذاته، بل يتمنى لها أن تمتهن الإخراج أكثر. وتطرق محمد قنوع ساعتها للحديث عن اللاجئين، مستنكرا رأي الفنانة السورية رشا الزرق، والتي سبق أن طلبت من المنظمات الإنسانية إرسال حبوب منع حمل للاجئين في المخيمات عوضا عن بعث المعونة لإيقاف الإنجاب في ظل هذه الظروف الصعبة. وأضاف الفنان قائلا ساعتها: لا يحق لنا الحكم على هؤلاء الناس والاعتراض على خلقة رب العالمين، وكل شخص يقرر أن ينجب طفلا لا يستطيع أحد إيقافه أو منعه. وساعتها فاجأ محمد قنوع مشاهديه بحقيقة كشف عنها للمرة الأولى، وهي عدم امتلاكه منزلا خاصا حتى هذه اللحظة لغاية 2020، رغم سنوات عمله الطويلة، مرجعا السبب إلى أن الفن يطعم خبزا لناس وناس. أما عن الجرأة التي كانت في مسلسل شارع شيكاغو تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، فقال قنوع إنه ضد الجرأة التي تتجاوز الخط الأحمر، معتبرا أن كونه ممثلا لا يعني قبوله أن يوصل رسالة مؤذية للأطفال أو خادشة للحياة، مؤكدا على أنه يمكن الاستعاضة عن مشاهد القبل من خلال إطفاء الإنارة أثناء تأدية هذه المشاهد، لأن التلفاز هو شاشة العائلة، منوها إلى أنه كان من جيل ياسر العظمة، واعتاد من سلسلة مرايا أن المشاهد في الدرجة الأولى ويمنع خدش الحياء أمامه. ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق، والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم الأخوين قنوع، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع. بداياته الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا، كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة. ونعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها في الفيسبوك وفاة محمد قائلة: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع لروح فقيدنا الرحمة والسكينة، ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل، الله يرحمه. يذكر أن قنوع نشر عبر صفحته في الفيسبوك ذكرى وفاة والده قائلا: يا هلالا غاب عن عيني، وراح تاركا في القلب نارا، واستراح رحمك الله وعوضك الجنة. والنجم الراحل من أكثر الوجوه الفنية المعروفة لدى السوريين، وشارك مع الفنان ياسر العظمة في أغلب أجزاء مسلسل مرايا، بالإضافة إلى دوره في مسلسل باب الحارة. وشكلت وفاة محمد صدمة في الأوساط الفنية والشعبية السورية، ونعى ياسر العظمة الفنان الراحل بمنشور على الفيسبوك قائلا: يا حبيبي يا محمد، رحمة الله عليك، إنا لله وإنا إليه راجعون. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.